بصراحة أنا بشكر أول حاجة بشكر الدولة المصرية، لأن هي طول عمرها مصر وهي دولة كبيرة وأكبر من أي حاجة في الدنيا كلها. بشكر القنصلية هناك بصراحة والله ما قصروش معانا خالص، بيتونا يعني إحنا نفسنا بيتنا جوه القنصلية، السفير بنفسه بقى متواصل معانا وما سبناش لحد آخر لحظة. بشكر الجيش الجميل بتاعنا اللي دايما مشرف العالم كله، والله العظيم مشرف العالم كله الجيش بتاعنا.